هنا حنا في المركز الجامعه قياده ثاني اخو طيب على العماله ديال تحناوت. ما شنو نقول لك انت غير نهار الجمعه تستي من هنا؟ انا خدام هنا قهوه في قهوه في هذا المركز في المركز نيت القهوه. اي شنو وقع ديك الليله؟ واش بغيت نقول لك داكشي كنا جالسين عادي انا لقاتني الدار حنا سدينا القهوه مشينا للدار يلا جلسنا تعشينا يلا مشينا نقادو فاش نعسو وقعد الواقعه ودغيا بحال البرق دغيا ما لقينا اي باش نتحركوا في هذا الدرب هذا في هذا الحي شكون اللي ضاع شكون الناس اللي ضاعوا اكاع هنا فاش الناس تيجيبوا ما ياكلوا هنا فاش كاينه الخدمه حتى ديك الفتره ديال 11 و4 ديال الليل كاع الحوايج المال الحوانت المواد الغذائيه كاين القهاوي كاين كلشي السبيطار حتى هو فاش داو الناس مشى كلشي المركز الصحي حتى هو مشى فاش تيولدوا صحابك هنا اللي باقي كتفكر اللي مشاو من هنا بزاف مثلا بزاف كاين صحابي نيتو كاع هادو اللي حدانا هنا خور الباترون ديالي مشى حتى هو طاح عليه الدار كامله هود ما لقيناش مازال مشى صباح ملي رجعتي هنا شفتي هاد الحاله كيفاش والله لا تصدمنا بالله تصدمنا حيت بقينا في الدوار فاش ساكنين بقينا فيه راه ما حاله لا اله الا الله وصافي من هنا السوق عاوتاني كملات القضيه لقينا المحلات ديالنا فاش خدامين مشاو كلشي المهم مشى ما بقى حتى حاجه هنا الجماعه خاي ما عرفناش اش وقع علينا حنا كنا ديك الساعه باقي ما نعش هذا التليفون كنتفرج شويه كنحس بلا تزعزعات نط خمسة ثواني كنلقى الدار كامله راه بطا عليا داك الشيء. انا دوار كوكتن من قندافق كوكتن قندافق ني ثالثني يعقوب جماعه مولد الدير ثالثني يعقوب. الاسره كيف الاسره الحمد لله كاين الوالده تعتقات الوالد ديالي راه مدرس من عنقوره في مستشفى ابن سينا في مراكش الحمد لله العائله ديالي ما مات فيها حتى واحد كاين الناس قراب لينا ماتوا الناس جيران تكرفصوا كاين الناس قاعد تكرفصوا كاين اللي مات العائله على قدا شاط كيتلقى عائله شاط منا غير واحد الاسماء الجيران كاملين عائله كاملين حنا عائله واحده الدوار كتلقى فيه 200 دار و300 دار كلشي عائله واحده مناسبين وخوال وعمام بحال الا ما ماتش لينا كاع حنا راه ماتوا لعائلتنا حنا الشباك كان الناس تقريبا الطريق عندنا حنا مسدوده ما جاوش الناس يعتقون على ما كاينش الوقايه المدنيه ما جاتش ما كايناش الطريق باش يوصلوا لينا الناس غير بعضياتهم شي كيجبد شي الناس عتقوا بعضياتهم حتى البارح تقريبا ثلاث ايام اربع ايام عجب اليوم عجبنا اخر واحد ميت اليوم عجبناه القضيه شويه مازمه المواد الغذائيه وصلوا لينا ولكن كاين دواور بعاد تقريبا 50 دوار واكثر باقي ما وصلوش المساعدات باقي ما وصلوهمش الاسعافات الا الهليكوبترات هما اللي كيوصلوا لومبيلونسات باقي ما وصلوش كاين الناس باقي الناس ما مأطرين باقي واش باقي الناس تحت التراب مازال الناس تحت التراب عدد كبير الدوار اللي فيه الناس تحت دواور كبار بحال الاغبار بحال اوكون كاين دواور بعاد ما وصلش باقي الطريق مسدود اليوم باقي ما وصلوش اليوم الاسعافات مازال حتى واحد ما قدر يجبد الناس حتى الناس كيتصلوا بعائلتهم الهواتف ما عندهمش كتلقى الهاتف تحت الارض ما كاينش ما كتوصلش الاخبار كاع ديال ذاك الدواوير كاين الناس باقي هاد الناس اللي قراب للفيلاج هادو وصلتهم المساعدات حتى الطريق محلوله تفكات الازمه ديالهم ولكن الدور الفوقانيين مازال مكرفصين مازال الناس كيفاش دوزتوا هاد الثلاث ايام هذه؟ دوزنا تقريبا الناس كتعاون بعضياتها مدوزين بمواد غذائيه ما كايناش كناكلوا غير داكشي اللي كاين تقريبا تحل الطريق عاد دخلتنا المساعدات موجوده ولكن الطريق مسدوده عندكم الخيام تقريبا يلاه وصلونا ولكن ما كافينش تقريبا الخيمه دوار فيه تقريبا 200 دار وتقريبا كون دوار كيكونوا فيه سته العائلات كيعطيوهم خيمه كبيره خيمه صغيره ما كافينش الخيام باقي ما كافينش كاين اللي ما وصلوهمش الخيام مازال وهاد الوليدات الناس كبار اللي مرض كيفاش كتعيشوا كيفاش النهار الليل الناس الكبار مساكره باقيين في الصدمه الناس الكبار بزاف والدراري الصغار مازال الشباب راه باقي شادين في ريوسهم اما النساء والرجال الكبار راه مازمين الازمه نفسيه راه اكثر من مازال باقي مصدومين مازال الصدمه ما يخرجوش على مده عام اكثر صعيب تلقى راسك نهار ما بين تقريبا خمسه التوانيت تلقى كلشي مشى لك راه صعيبه قاصحه مازال حنا الشباب كنعاونوا بعضياتنا مازال موقدين شويه اما الناس الكبار لا مكرفصين باقي تقريبا عندهم ازمه نفسيه الدراري الصغار مازمين حاجتكم لاش حاجتنا تقريبا حنا الحاجه ديالنا الدواور اللي ما وصلوشهمش المساعدات حنا تقريبا وصلونا كنتسناو الدواور اللي باقي بعاد المساكن ما وصلوهمش الطريق باقي مسدود عليهم باقي ما عرفناش عليهم الاخبار الدوله تقريبا باقي ما وصلتش ليهم
أزمة تقريبا راه عائلة دوار كبار ماشي دوار صغير كتلقى 400 عائلة 400 دار 600 دار باقي ما وصلوش مساعدة تقريبا راه 50 دوار ما وصلوش مساعدة وباقيين تحت التراب كنتمناو إن شاء الله يوصلوا لهم أما حنا الحمد لله حنا ملي تعتقنا تحل الطريق وصلت لينا المغاربة تعاونوا وصلوا المساعدات في دواركم شحال دعم من واحد تقريبا إلى ما وصلت تكون شي ما بين 65 70 ضحية اللي ماتت من غير الكبار والصغار ما بين الكبار والصغار مخلطين تقريبا كتلقى عائلة على قد راه كتلقى فيه واحد اللي شاط منه الدوار ما كاينش البنية ما تهضرش حنا عايشين غير برا الدوار باش تقول زعما تصلحها ما كاينش كلشي مهدوم على الأرض تصلح ما كاينش يبدا تبدل بغيتي تبني خصك تبدا من الأساس كلشي مهدوم الناس باقيين في الصدمة مازال أنت كتشوف راه أنا مشيت للسبيطار دوزوني للسبيطار درت للسبيطار بنو سينا ما لقاوش عندي الهرس لقاو عندي غير مضروب في الحمي ومدقدق والله إلا كنعاونوا الناس ما عندك ما دير الناس اللي كيشدوا السبيطار كيشدوا غير اللي مهرس اللي مضروب ومقصح واخا كتلقاه كاع ناعس على البايص ما تقدرش تهزو ولكن كيقول لك راه ما مهرش راه غير مضروب وكيصيفطوا لعندنا الجامعة ديالنا الجامعة باقي ما فيهاش مستشفى ميداني كيجيبوا كيلوحوا حدا القيادة ويخليهم ما كاينش اللي يعتني به حنا الناس كيعتنيو بعضياتهم هادشي اللي كاين كنتمناو الناس اللي باقي ما وصلوهمش المساعدات يوصلوهم اخويا قدر الله وما شاء فعل اش غادي نقول لك القضيه دابا الناس مكرفسين خارجين على الديور كامل ترابو فين ساكن انا يجوك هذاك الدوار كاين يجوك سميتو كاين امزوني كاين ايغيدي كاين تسغيموت كاين الا هذيك الدوار كاملين مكرفسين دابا خارجين ناعسين في الزنقه ناعسين في الزنقه كاملين اول حاجه بعدا غنطلبها من هذا المنبر الله يجازيك بالخير اول حاجه هما خيمات هما الاساس في هذا الضوء حيت تقدر تكون غير الشتا دابا تما فين ساكنين بالضبط تقدر غير تكون الشتا ولا شي حاجه طيح عليهم الحجر دابا واقفه بلاتي نوريك الصوره واش غتبان لك هنايا اي خذ راحتك مرحبا كاين واحد الصوره هنايا حجر واقفه على هكا تكون غير شويه ديال الشتا يطيح هذاك الشيء هذوك اللي بقاو تما يقدروا يموتوا على الاقل بعدا يديروا غير هادو الخيمات غير فاش يدخلوا غير تيكون الماكله راه الخير موجود الحمد لله المغاربه راه تساعدوا مع الناس موجود الخير وهنا راه ثلاثني يعقوب راه تكرفسات كامله باكملها ثلاثني يعقوب يجوك بالضبط كامل ثلاثني يعقوب كامله هنا كاين ايغيل وقدمت واسيف اسيف اغنديس الناس اللي كتعرف اللي ضاعوا واد اغنديس حتى هو مكرفس وما عندهمش قول لي الناس اللي ضاعوا مثلا اللي عندكم في الدوار ان احنا الناس الدوار كاينين سته وثلاثه شي ثلاثه مجروحين احنا اللي جبناهم احنا اللي خدناهم استفناهم الله يرحمهم الله يعطي الصبر عطيني هذيك الليله فين كنتي كيفاش حسيتي خويا هذيك الساعه انا كنت في مراكش كنت خدام يلا دخلت للدار اخويا كنت جالس وقعت هذيك الحادثه خرجنا للزنقه حتى الغدا لا هذاك النهار طاح الريزو اصلا ما عندهمش لا ريزو لا والو صافي حتى الغدا في الصباح عاد كانوا شي ناس عند ديبانو وشي حاجه حيت خلاو التليفونات في الديور خلاو كل شيء حتى الغدا في الصباح ديبانو عيطنا على العائله وطلعنا والطريق مكرفصه هذاك النهار ما وصلنا حتى للجوج جينا مع خرجنا مع السبعه ديال الصباح ما وصلنا حتى للجوج ديال النهار اش غادي نقول لك النداء اخر النداء هو اللي غنطلب كاين الدوار ديال اكنديس الضوء مكرفسين بزاف والمهم اش غادي نقول لك المنطقه كامله اول حاجه اش غادي نقول لك يطلق الخيمات هنايا راه مكرفسين الناس ما كاينش طريق يقول لك شي 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر ما عندهمش طريق واخا تمشي شي 20 تراكس راه ما غاتقادش تما كاين على اقل كوبتير يدي الماكله يدي لهم الماكله يدي لهم الخيمات باش يقضيو الغاره تما كاين